بقول لك ايه يا احلام، فهمتيها على كل حاجه؟ اه طبعا يا ابله سرور فهمتها، بس سبت التفاصيل عليك انت. زي القمر يا دوحه، ان شاء الله هتاكلي معانا بقلاوه بالقشطه. ربنا يخليك يا ابله سرور. يلا يا بت اسحبي انت وهي، عايزه اتكلم مع توحه شويه. وانت يا احلام اسحبي معاهم وحاسبك بعدين. عناية يا ابله سرور. يلا. عجوة. نعم. خد فخدة واسحب. يلا عيني. الله فخدة. بصي يا توحة، شغلتنا دي يا حبيبتي ان احنا نبسط الناس ونفرفشهم. اصل انا ست اجتماعية وصحابي كتير قوي 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 قوي، انا بحب الناس. وكل اسرارهم يا حبيبتي عندي. يا اختي اللي يجي يشتكي لي قال ايه مراته تعبان، والتاني مراته نكديه، واللي يروح بيته يلاقي ريحه مراته بصل وتوم وحاجه بدع عنك يا اختي. واللي بيحب النسوان اهو، ده بقى اللي انا بموت فيه. ليه يا ابي؟ يا اختي بيبقى فرفوش كده ولارج. ايوه بقى، احنا عاوزين اللارج ده. بس بقولك ايه، اوعي الحب، اوعي اي حد من صحابي هنا تحبيه يا حبيبتي. الحب ما بيجيش من وراه غير خراب البيوت والقرف والهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا توحه؟ وفي حد شك قلبك ولا ايه؟ هبقى احكي لك بعدين يا ابي. ايوه يا حبيبتي احكي لي وفضفضي لي كده. اوعي يا اختي، الحب ده ما بيجيبش الا الفقر. اه على قولتك، انا فهمت كل اللي قلتيه يا ابله، وعشان اطمنك بقى انا بكره الرجاله. ليه يا بنت؟ ما تكرههمش قوي، اكرههم حبه صغننه. حاضر يا ابي. بس بقول لك ايه، انا والنبي نفسي كده القرش يجري في ايدي واكبر كده ويبقى معايا فلوس كتير قوي وابقى زي الهوانم. هتبقي يا بت، ما دام ده اللي جواكي واللي انت عايزاه تبقي ناجحه باذن الله يا قمر. عايزه ابقى الاولى يا قمر. هتبقي البرنج يا حبيبتي من بقك لباب السما. يا طعني انت كويس؟ حصل خير. معلش والنبي، اصل انا كنت بمسح وما لحقتش يعني الم المايه والحته دي تنشف. بسيطه بسيطه، حصل خير. داخل المطبخ عايز حاجة؟ بدور على لقمة كلها. طب اعمل لك ايه تاكل؟ بتعرف تطبخي؟ اه يعني على قد كده شوية. طب ما توريني حاجة. ماشي اوريك. تحب تاكل ايه؟ أي حاجة من إيدك، والمية دي ما تشغليش نفسك بيها، ما تتعبيش نفسك، أنا هبقى أجيب البنت فل تمسحها. اه فعلا، هو يعني الشغل هنا متعب قوي، يعني اليوم كله فوق بعض وكده. أنت بس وشك حلو. إحنا أول مرة من فترة يجي لنا زباين كتير، كلهم أول مرة. حتى سرور مبسوطة منك أوي. طب يعني أما تشوف بقى يعني اليوم هيجازي والغلة يعني هتبقى كويسة كده ولا لأ؟ متقلقيش هتتبسطي. دوحة دوحة، أبلة سرور كانت عاوزاكي. حاضر، خدي امسحي بقى الأرض دي عشان محدش يتزحلق تاني. ماشي، بس بالراحة علينا شوية. روحي كلمي سرور. امسحي يا بنتي كويس. حاضر. يلا. حاضر. بالهنا والشفا، اعمل لك حاجه تانيه؟ لا لا خوخة، تسلمي، ده تعبك معايا هوايه. تعبك راح، وهو انا لازمتي ايه يعني غير راحتك؟ تسلمي يا حبيب قلبي، تسلمي. انت بس لو تسمع كلامي وتقعد في البيت شويه اعمل لك اكل تاكل صوابعك وراه، اكل خوخه بقى. والله اتمنى يا خوخه، بس شو اسوي؟ الشغل فوق راسي. الراجل ده مليته ايه؟ ولا حتى بصلي. زي ما بقول لك كده يا باشا، من ساعه ما لفيت لهم السيجاره وهم اتمزجوا مني اخر حاجه وبقوا معايا 100 100 حلاوه يا باشا. تمام تمام، عايزك تفضلي على كده معاهم لحد ما يثقوا فيكي، وهو يا حد يشك فيكي، انا بقول لك اهو فهماني؟ عيب يا باشا، يشكوا في مين؟ في اشجان؟ ده لو شكوا في صوابعهم ما يشكوش فيا، ده انا اشجان يا باشا. ماشي يا ست،
بقول لك ايه؟ نعم. وانت هناك كده ما لاحظتيش اي حاجه؟ ما فيش اي حاجه جت قدام عينيكي شكتي فيها؟ يعني اي حاجه عن شغلهم؟ عايشين ازاي؟ ماشيين شغلهم ازاي؟ بيصرفوا منين؟ الكلام ده كله. حق الله يا باشا، انا ما شفتش، ما اقدرش اكذب انا واقول كلام ما شفتوش، لكن الناس دي تقعد طول الليل يتفرجوا على الفيلم ويقعدوا يضربوا في سجاير، يضربوا في سجاير، يضربوا في سجاير لحد ما يغمن عليهم. ماشي، فتح عينيكي كويس، واي حاجه في الدنيا تشوفيها بعينيكي تكلميني، زي ما فهمتك هنتقابل في نفس المكان. تمام يا باشا، تمرنيش بحاجه تانية؟ اشجان نعم، اوعي تمد ايدك على حاجه في البيت ده، ساعتها هيطردوكي من الشقه وهتجيلي على الاسم، وهنفخك يا اشجان لو شفتك في الاسم. تصدق بالله يا باشا، انا ايه اللي حاسس في نفسيتي؟ ان سيادتك مش واثق فيا، بس اقول لك ايه، اهو انت بتجربني، اهو بتجربني، وهتعرف ان اشجان امانه امانه امانه. تؤمرنيش انا بحاجه يا باشا؟ سلامه امانه. الله يسلمك يا باشا، سكه السلامه يا رب. انا الحمد لله بيخش لي دخل كويس قوي من اداره النادي، ده غير ان مصاحب تقريبا كل اللعيبه، ومفيش حد فيهم بيسيبني بعد كل فوز الا لما بيديني مكافاه التشجيع. ربنا يبارك لك في رزقك يا ابني. طيب قلت ايه بقى يا راجل؟ طيب قلت ايه في ايه يا محمود؟ معلش اصل انا ساعات كده كنت بسرح وانت بتتكلم. بتسرح عم عظيمه؟ انا محمود جاي اطلب ايد بنتك هبه، فاكرها ولا سرحان فيها اساسا وبدم في ملطة؟ انت يا ابني بتشتغل ايه؟ انت هيسرح فيا انا بقى في النادي يا عم عظيم. نادي ايه يالا؟ نادي ايه؟ هي دي شغلانه؟ تروح الاستاد تتنطط والنادي يرمي لك قرشين وتسمي دي شغلانه؟ يا فرحتي اللي هتطلع في التلفزيون وانت بتشجع الزمالك. يا فرحه عيالك بيك لما يكبروا ويقولوا ابونا بيشتغل مشجع. ده انت لو لقيت اصلا حد يرضى يجوزك بنته يا عم عظيمه. انا على فكره اسمع ما اقول لك يا محمود، الكلام اللي هقوله لك دلوقتي كان لازم اقوله لك من زمان، من غير حتى ما كنت تتقدم لبنتي، بس كل مره كنت اقول سيبه يعيش لي يومين بعدين هيفوق لنفسه ويشوف مستقبله، لكن الحكايه كده زادت عن حدها قوي. لما تفكر انك ممكن تبني حياتك على لعب العيال ده اسمع يا محمود، انا مش عايزك تزعل مني، عايزك تنتبه لمستقبلك، بس في حاجة مهمة لازم تفهمها كويس قوي. مفيش حاجة غالية في الدنيا دي الا بناتي، ولو حسيت انك اتعديت حدودك وفكرت تكلم هبة تاني هتزعل مني قوي.